فريق 2003 اللي لعب مباراه وديه يعني من ضمن الاستعدادات ان شاء الله للموسم الجديد مع فريق فايد في معسكر اسماعيليه. نروح نشوف مع بعض دلوقتي الاهداف ونرجع نستكمل برنامج الاشبال. اللي كان احرز اهداف النادي الاهلي في مباراه فايد الوديه كان اللاعب عمر عويس هدفين، وايضا اللاعب ميدو نبيل هدف. يعني تذكروا الاسماء دي ان شاء الله عشان خلال الفتره اللي جايه يعني ان شاء الله اللعيبه تكون موجوده في الفريق الاول، وكمان الاسماء تبدا يعني تتعلق بجمهور النادي الاهلي او تتعلق مع اذهان جمهور النادي الاهلي.